فضيلة الشيخ، بالنسبة لتغسيل الموتى، بعض الناس يذكرون ما في الميت من أشياء تحصل له، هل هذا وارد؟ لا يجوز هذا، هذا سر، والواجب ستر الميت، ستر الميت وعدم الكلام فيه، وأنه ظهر عليه كذا أو يخاف عليه من كذا، لا يجوز هذا، الواجب الستر، من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، والغاسل مؤتمن على الميت، لا يجوز له أن يتخذ هذا مجالا للحديث عن الأموات. نعم.